السلام عليكم. عنوان الدرس الجديد من دروس النشاط العلمي هو: ما السلوكات التي تحافظ على صحة جيدة؟ الحصة السابعة. Quels sont les comportements qui préservent une bonne santé؟ الهدف من هذه الحصة تحديد بعض السلوكات التي تعزز الصحة الجيدة. هذا الدرس يوجد على كراسة الواضح في النشاط العلمي الصفحة 19. لكن في البداية قبل تقديم هذا الدرس سوف أطلب من التلاميذ الإجابة على 5 أسئلة. السؤال الأول: هل تمارسون الرياضة؟ السؤال الثاني: ما الأغذية التي تتناولونها في وجباتكم؟ السؤال الثالث: في أي وقت تنامون؟ السؤال الرابع: هل تنظفون أسنانكم قبل الأكل؟ السؤال الخامس والأخير: كم من مرة تستحمون خلال الأسبوع؟ والآن ننتقل إلى تقديم الدرس الجديد. عنوان هذا الدرس هو: ما السلوكات التي تحافظ على صحة جيدة؟ Quels sont les comportements qui préservent une bonne santé؟ الهدف التعلمي وحدد بعض السلوكات التي تعزز الصحة الجيدة. J'identifie quelques comportements qui favorisent une bonne santé. انطلق، ألاحظ الصورة وأعبر. الآن أدعوكم إلى ملاحظة هذه الصور التي تعبر عن أهم السلوكات التي تعزز الصحة الجيدة. إذن ماذا تلاحظون في الصورة الأولى والصورة الثانية والصورة الثالثة والصورة الرابعة؟ والآن أدعوكم لطرح التساؤل أو تساؤل عن دور كل سلوك من هذه السلوكات في الحفاظ على الصحة. نعم، كيف تمكنني هذه السلوكات من الحفاظ على صحة جيدة؟ أعيد، كيف تمكنني هذه السلوكات من الحفاظ على صحة جيدة؟ نعم، والآن أفسح لكم المجال لاقتراح بعض التأثيرات الإيجابية لهذه السلوكات على الصحة. نعم، وهي من قبيل: تجنب الأمراض، تقوية الجسم، النمو الجيد. أعيد، تجنب الأمراض، تقوية الجسم، النمو الجيد. إذن التساؤل الذي طرحناه هو: كيف تمكنني هذه السلوكات من الحفاظ على صحة جيدة؟ الافتراض المقترح هو تجنب الأمراض، تقوية الجسم، النمو الجيد. أعيد، تجنب الأمراض،
تقوية الجسم، النمو الجيد. أختبر، أبحث في وثائق عن دور كل سلوك في الحفاظ على صحة جيدة. إذن سوف تلاحظون كل سلوك على حدة وتبرزون دوره في تعزيز الصحة بملء الفراغ بما يناسب من الكلمات. لاحظوا السلوك ألف، إذن ممارسة، نعم، الرياضة تقوي جسمي، يوفر الغذاء لجسمي، نعم، لاحظوا السلوك باء، يوفر الغذاء لجسمي الطاقة اللازمة لنشاطه ونموه، لاحظوا السلوك جيم، أستحم بشكل منتظم، أستحم بشكل منتظم، سلوك دال، أغسل يدي جيدا بالماء والصابون، سلوك هاء، أنظف أسناني بعد الأكل. إذن أحمي جسمي من الأمراض التي تسببها الأوساخ والجراثيم بالنظافة. عدد ساعات نومي هو 10 ساعات. أريح جسمي ليستعيد قوته ونشاطه إذا لاحظوا هذا الطفل الذي استفاق من نومه نشيطا. لماذا؟ لأنه نام مدة كافية، أي نام 10 ساعات، 10 ساعات أو 10 ساعات. إذن أريح جسمي ليستعيد قوته ونشاطه بالنوم لمدة كافية، إذا قمنا بملء الفراغ بما يناسب، ممارسة الرياضة تقوي جسمي، يوفر الغذاء لجسمي الطاقة اللازمة لنشاطه ونموه، أستحم بشكل منتظم، أغسل يدي جيدا بالماء والصابون، أنظف أسناني بعد الأكل. إذن أحمي جسمي من الأمراض التي تسببها الأوساخ والجراثيم بالنظافة. إذن لاحظوا كما قلنا هذا الطفل الذي استفاق نشيطا في الصباح بعد أن نام مدة كافية. إذن عدد ساعات نومي هو 10 ساعات. أريح جسمي ليستعيد قوته ونشاطه بالنوم لمدة كافية، إذن إلى الملخص، أملأ الفراغات بما يناسب، النوم، الرياضة، تنظيف، غذاء. للحفاظ على صحة جيدة يجب تناول، نعم، غذاء متنوع ومتوازن وممارسة، نعم، الرياضة بانتظام وتنظيف الجسم باستمرار والنوم مدة كافية. أغني معجمي، سبور يعني رياضة، بخبختي نظافة، سومي يعني نوم. استثمر، جو بار لو مو كي نو كونفيان با دون شاك كومبورتمون، أقوم بتشطيب الكلمة التي لا تتلائم مع كل سلوك. سلوك الأول، premier comportement،
Je me couche toujours tard ou bientôt. Donc, quel est le mot que je dois barrer? Oui, on doit barrer tard. Je me couche toujours tôt. Donc, on doit garder tôt. أنام دائما باكرا. أنام باكرا. Deuxième comportement, je pratique du sport régulièrement ou bien rarement. Donc, je barre le mot rarement et je garde régulièrement. Je pratique du sport régulièrement. يعني أمارس الرياضة بانتظام. بانتظام régulièrement. Troisième comportement, je mange en position assise ou bien debout. Donc, je dois barrer debout. سلوكو الجيد هو أتناول طعامي أو أتناول طعام وأنا جالس. وأنا جالس يعني في هيئة جلوس وليس واقفا. Quatrième comportement, سلوك الرابع هو Je me lave les dents avec de l'eau ou bien une brosse à dents et du dentifrice. Donc, je dois barrer de l'eau et je garde une brosse à dents et du dentifrice. أنظف أسناني بفرشاة ومعجون أسنان. On continue pour voir les réponses. إذن الملخص للحفاظ على صحة جيدة يجب تناول غذاء متنوع ومتوازن وممارسة الرياضة بانتظام وتنظيف الجسم باستمرار ونوم مدة كافية. Je parle le mot qui ne convient pas dans chaque comportement. Donc, pour le premier comportement, on a barré tard, on a gardé tôt. Donc, je me couche toujours tôt. أنام دائما باكرا. Deuxième comportement, je pratique du sport régulièrement et je barre rarement. يعني أمارس الرياضة بانتظام. Je mange en position assise. أتناول الطعام أو أتناول طعامي جالسا وليس واقفا. Je me lave les dents avec une brosse à dents et du dentifrice. أنظف أسناني بفرشاة ومعجون أسنان وليس بالماء فقط. وبهذا نكون قد أنهينا تقديم هذا الدرس من دروس النشاط العلمي. وإلى درس مقبل بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.